هنروح بحضراتكم دلوقتي لموضوع تاني ونتكلم عن طبعا الحوار الوطني اللي لسه مستمر وبالاخص عن لجنه الشباب في الحوار الوطني واللي ناقشت خلال جلساتها اللي فاتت مجموعه من القضايا الخاصه بالشباب بدايه من التحديات اللي بتواجه الانشطه والاتحادات الطلابيه في المدارس والجامعات مرورا بمساله التمكين وانتهاء انتهاء بملف الطلاب الدارسين بالخارج عشان كده احنا معانا النهارده النائب الدكتور محمد عمار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين واللي شارك في هذه الجلسات عشان نعرف منه اهميه محور دعم وتمكين الشباب واهم توصيات لجنه الشباب كمان في الحوار الوطني سيادتي نائب صباح الخير عليك صباح النور على حضرتك صباح النور على حضرتك فندم صباح النور على الساده المشاهدين يا اهلا بيك مجلس الامناء الحقيقي في مناقشاته في البدايه كان عنده خطة وتوجه إلى عدم تقسيم فئات الجمهور سواء على حسب النوع أو على حسب الفئة العمرية أو كده لكن كان في استثناء الحقيقي للشباب لما يمثله من أهمية في دورهم طبعا يمثل أهمية كبيرة في دعم الدولة خلال المرحلة الحالية والشباب عنده تساؤلات كثيرة يعني إيه أهمية الحوار الوطني بالنسبة للشباب وما سيخرج عنه هل سيحقق مطالب الشباب أم لا طبعا زي ما حضرتك تفضلت هي حته الشباب مش فئه مستثناه ولكن هي الطاقه الديناميكيه اللي بتحرك الوطن لان حوالي قرابه في 65% من الشعب المصري شباب. عندنا الجيل الجديد او الجيل اللي هو دلوقتي المفروض بيعد بقى اللي هو يبتدي يستلم جيل زد. فانت النهارده بتشرح الشباب المصري طبقا لأعمارهم طبقا جيل زاد ده اللي هو مواليد ألفينات اه بالظبط من 98 فما فوق م. فبالتالي انت كل جيل من ده ليه اهتمامات جيل زد جيل واي فانت التشريح ده مهم جدا على أساس تتعرف على القضايا على أساس تعرفوا على الاهتمامات اهتمامات الجيل ده غير الجيل ده. طيب النهارده كمان عندي حتة أي أمة شبابها مش معد كويس بتبقى أمة خاملة وده يمكن احنا اللي شفناه كان في الاول خالص اللي ادى قبل كده ل 2011 لان كانت عندي شكل ديكوري تمثيل الشباب بيبقى بشكل ديكوري ما, ما فيش اعداد لكن احنا النهارده لو احنا جينا بنتكلم في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لو احنا جينا اتكلمنا على التمكين الحقيقي للشباب وكان توجيه للسيد الرئيس ان الاهتمام بالشباب تدريب الشباب تاهيل الشباب مؤتمرات الرئاسية اللي اتعملت خرج منها رحم توصيات كبيرة جدا ولعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي أفتخر بالانتماء ليها كانت إحدى مخرجات مؤتمرات الرئاسية اللي تفضل السيد الرئيس برعايتها وكان في منظر إحنا كنا أول مرة نشوفه أنت تلاقي السلطة التنفيذية كلها بالكامل مع الخبراء مع سيد رئيس الجمهورية بيبتدوا يناقشوا الموضوع ده مشاكل بيبتدوا يناقشوا وبيخرجوا بتوصيات بعد المناقشه في الاخر خالص بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي توصيات. طيب انا النهارده هنا في الحوار الوطني عندي التحديات اللجنه اللي احنا كنت تشرفت بحضورها استمرت 10 ساعات. يعني دي كانت كان ادارها النائب احمد فتحي ادارها بحرفيه جدا وكان مع المقرر المساعد استاذ ذكي القاضي وكان رئيس الامانه الفنيه المستشار محمود فوزي. كانت النقاشات سريه جدا كان الكلام كان عن الشباب ورياده الاعمال ايه هي تعريف وضع تعريفات محدده لرياده الاعمال النهارده ايه الفرق ما بين رائد الاعمال وما بين رجل الاعمال ده محتاج بيئه تشريعيه عامله ازاي وده محتاج بيئه تشريعيه عامله ازاي هل البيئه التشريعيه الموحده تتناسب ما بينهم طيب النهارده اما طلع في خمس سيد الرئيس قبلها بيوم في الافتتاحات اللي احنا شفناها وحضر بعد كده مؤتمر الشباب واتكلم على موضوع الحوار الوطني وقال لك اي حاجه هتخرج من الحوار الوطني انا هعمل ايه هصدق عليه فدي هم. رساله طمانينه كانت من السيد الرئيس على وضمانه للشعب المصري كله ان اي حاجه من الحوار الوطني ان شاء الله هيبقى ليها مسارين مسار تنفيذي ضامن ليه السيد الرئيس بنفسه او مسار تشريعي او تعديل تشريعي وده هيحال للبرلمان بغرفتيه طيب خليني اسال حضرتك ان حضرتك لسه بتقول دلوقتي انه تم تشريح الفئات العمريه للشباب اتكلمنا عن الفئه واي وزد والميلينيلز خلينا نتكلم عن الفئه العمريه دي اللي هم مواليد 98 فيما فوق محتاجين ايه الشباب دي هل سمعنا لهم هل تم تداول افكار ليهم محتاجين ايه هم بصي هقول حضرتك على حاجه يعني بحكم كمان انا في امين سر لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشيوخ المصري اتناقشنا اه، في الـ الـ الاهتمامات والتحديات اللي بتقابل الجيل ده م. الجيل ده اولا جيل واعي جدا جيل يعني سابق عصره بالنسبه احنا ما كنا في سنه انفتاح رهيب على التكنولوجيا جداً، طبعا جدا م. فبالتالي ده لازم معامله خاصه ووضع برامج خاصه م. طب انا النهارده هو بمجرد الجيل ده في ناس منهم بتشتغل بالمناسبه يعني في ناس كتير جدا ما تعرفش ان في طلبه عندها 15 و16 سنه بتشتغل وممكن حتى بتبقى الموضوع انت شايفه اللي هو بسيط بس هو اسمه شغل في الاخر حتى لو هو بيعمل لعبه او بيعمل اكونت على لعبه وبعد كده بيبيعه م. يعني يعني شوف وصلة حتى في المصايف دلوقتي بقينا بنشوفهم بيبيعوا حاجات يعني بالظبط بالظبط فده انا قدام عقليه لازم اتعامل معاها بالعقلية مايند او العقليه الابداعيه م. القابله اللي هي تطور من نفسها، ما متعو... اتعاملش معاها بعقليه الفيكسد مايند اللي هو اللي نعرفه احسن من ما نعرفوش. الثابت العقليه الثابته الثابت اللي هو ده لانه في الاخر خالص هيعمل ايه؟ هيعمل اللي هو عاوزه. م. فبالتالي ده ليه اهتمامات الاتجاهات الحديثه كلها راحه للذكاء الاصطناعي الفتره الجايه لازم احنا النهارده يكون عندنا بشكل او باخر عندنا حاجات تخصصيه في الذكاء الاصطناعي لان هو ده الجيل ده اللي رايح للمستقبل. م. التطلعات كلها تطلعات تكنولوجيه لازم يعني في في اطار ده احط له موانع بقى، الموانع بقى اللي هي ايه؟ الموانع ان هو ما تخلوش يدمن الادمان الالكتروني، ما تخليهوش ينسى الرياضه، ما تخليهوش يعمل يعني يفضل عنده توحد، في حاجات كتير قوي ما هي دي زي ما ليها التكنولوجيا زي ما ليها جانب نافع ليها, ليها, سلبي طبعاً. ليها جانب م. سلبي أه نرجع تاني لحتة موضوع اللجنة والحوار الوطني شباب كتير قوي مثلا أنا هيعود علي إيه الحوار الوطني يعني أنا بالنسبة لي إيه اللي هيعود علي الحوار الوطني هقول له الحوار الوطني ببساطة شديدة جدا مدخلاته هي التحديات والعوائق اللي بتواجهك م. يعني مدخلات الحوار الوطني هي التحديات اللي بتواجه المواطن المصري الحوار الوطني حوار شعبوي وليس حوار نخبوي يعني لجموع الناس عشان كده كانت مرحلة جمع البيانات كانت جاية من مين؟ من كل فئات المجتمع كان في جولات؟ كان في جولات احنا مثلا نتكلم عن تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين مرحلة الاعداد عملنا جولات عديدة في في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وجمعنا مشاكل كبيرة جدا وفي نفس الوقت الأمانة الفنية نفسها قرابة 90 ألف مقترح أو أو قرابة ال 100 ألف كمان مقترح تم تجميعهم وفلترتهم نتج عنه مجموعه من القضايا خلت المحور سياسي ومحور اجتماعي ومحور اقتصادي كان ينبثق منهم 19 لجنه ب 19 مقرر بالمقررين المساعدين فبالتالي انا النهارده هنا عندي اهتمام بالتفاصيل لادق التفاصيل وده اللي انا شاهدته في الجلسه بتاعه لجنه الشباب شفت نوع من انواع المشاركات الجاده شفت نوع من انواع التفاعلات يعني كلنا بنتكاتف مع بعض من اجل هذا الوطن مؤيد المعارض وبقى في تعريف جديد للمعارضه مبقتش زي زي الاول انا لا اعترف بالمعارضه الحنجوريه التنظيريه النهارده حضرتك في المعارضه الوطنيه عندك مشكله قول لي المشكله وقول لي ادي حلها وحلها يبقى واحد 2 تصور ثلاثة. كامل في ظل مم. الامكانيات المتاحه مم. يمكن ده اللي سياده الرئيس وضحه كمان قبلها في في يوم في الحوار الانفتاح اللي, اللي مصر بتشهده انفتاح ديمقراطي لم تشهده قبل كده ان انا النهارده يبقى رئيس الجمهوريه بيكلم احد رموز المعارضه وبيتناقشوا مع بعض في 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 مشهد يعني لم تعتاد عليه مصر من ذي قبل. عظيم، الدولة أطلقت استراتيجية اسمها استراتيجية رواد مصر 2030. 2030 إيه معوقات هذه الاستراتيجية حتى نصل إلى المستهدف؟ دي كانت من ضمن الحاجات التوصيات بتاعتي اللي انا كنت تقدمت بيها وشرفت تقدمت بيها ان احنا اطلقنا رواد مصر وزاره التخطيط اطلقت استراتيجيه رواد مصر 2030 وعندي كمان مراكز الابداع اللي اطلقتها وزاره الاتصالات وعملها. انا النهارده هنا في الاخر خالص لما باجي بقى مؤشرات قياس الاداء بتاعتي فعاليه التاثير. النهارده كام واحد دخل لي؟ كام واحد انا طلعت؟ كام واحد انا دربت؟ وبعد ما دربت عمل ايه؟ هو ده الكي بي بتاعتي او مؤشرات قياس النجاح آه النهارده لازم الاول اعرف افهم القانون يعرف رائد الاعمال الشاب رائد الاعمال النهارده لازم ادي اندكشنز لازم ادي توجيهات في ناس كتيره قوي ما تعرفش ما تعرفش تروح فين م. الشباب شباب ما بيعرفش يروح فين آه انا عجبني ان انتوا عملتوا مقارنه ما بين رواد الاعمال و... وبين رجل الاعمال رجل الاعمال فهمنا الفرق الفرق ببساطة جديدة جدا أن رجل الأعمال بيشتغل بشكل تقليدي مم. بيشتغل طبقا لآلات السوق رائد الأعمال تملي بيبقى جاي فكرة مبتكرة فكرة جديدة فبيبقى الريسك بتاعه عالي مم. ما بياخدش الشكل التقليدي وهنا أنا ربطته في التوصيات اللي شرفت في تقديمها للحوار الوطني كان في اللي هو التوجيه الرئاسي اللي ربط الترخيص بالنسبة للأنشطة التجارية بمواقع بموقع إلكتروني دون التقيد بوجود مقر ده هيفرق معايا كتير قوي مم. كتير جدا جدا و شركات افتراضيه الشركات الافتراضيه او virtual اوفيسز فدي دي في حد ذاتها هتنقل نقله كبيره جدا ليه كتير جدا من الشباب مش عاوز الموقع او مش عاوز الشركه اللي بتكلفه كتير يعني لو انا جيت بقول سيت هيبقى فيه عدد كبير جدا او قيمه كبيره جدا من الفلوس هو مش محتاجه دلوقتي هو كل شغله تكنولوجي بنفس الوقت برضه هيخش على موضوع هيبقى ذوي الاحتياجات الخاصة برضه تناقشنا معاه فيها وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة في المتعلقة بريادة الأعمال. م. من ضمن الحاجات اللي أنا أوصيت بيها برضه في الـ في الـ في, الـ في الحوار الوطني حتة موضوع الأبن السبراني. م. ده في ناس كتيرة قوي مش منتبه للموضوع ده. أنا محتاج باور قوة في مصر تقدر تواجه لأن إحنا الفترة الجاية هنبتدي نسمع على الحروب السيبرانيه هتتعاظم ما بين الدول هي بدات بالفعل قرابه ال تمن ثمان اعوام اللي فاتت بس الفتره الجايه هتبقى بزياده هي قوي. موجوده في دول متفوقه فيها بجداره بالزبط. يعني بشكل كبير بالزبط. جدا بالظبط فانا النهارده هنا م. هو الامن السبراني هو هو ببساطه شديده جدا هو الجارد اللي بيحمي الشركات اللي على الموقع او على الانترنت بصفه عامه كان برضو في حتة استحداث اللي هو المجلس الوطني للتسويق تمني أنا عندي مشكلة كبيرة جدا 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 إن أنا ما بعرفش باجي بخطط بطبق بس ما بعرفش اللي أنا أسوق ما بعرفش والتسويق جاي من السوق فأفتح أسواق فدي دي كانت من ضمن برضو التوصيات في حاجة تانية دي برضو كانت أوصيت بيها ودي محل الدراسة يعني يجب أن تدرس من خلال الفترة اللي انفتحت فيها على موضوع الشباب وشغلي مع الشباب لفترات كبيرة جدا حتة فصل الشباب عن الرياضة في الوزارة دلوقتي بقى كله بيتكلم الشباب والثقافة الشباب والثقافة م. ما اقحمش الشباب ما اقحمش الشباب في المشاكل الرياضية وفي نفس الوقت الرياضة افرقها نوعين رياضة الممارسة اللي نص عليها الدستور مادة 84 ورياضة البطولة رياضة البطولة دي لازم زي اي دولة حديثة لازم ينشأ لها مركز استثمار رياضي وتنقل تبقى ده صناعة الرياضة يبقى انا النهاردة هنا وصفت صح وعالجت المشاكل صح عايزين تبقى وزارة الشباب فقط يعني وزارة الشباب فقط او أوه. وزارة الشباب والثقافة يعني حسب ما يتراءى القدس لا نعم بس هي. لو ال 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 الشباب عامة هيبقى فيه زي انترسكشن ما بينه وما كذا حاجة زي رياضة، ثقافة هو متداخل بالفعل بالظبط يبقى ما يبقى فعلا وزارة لوحدها، طيب بما اننا بنتكلم عن ده انه في ال الشباب والتداخل مع الثقافة ومع الرياضة، أهمية تعزيز التنسيق مع بين كافة المؤسسات البحثية دي كانت الأزمة الكبرى اللي بتواجه الدولة المصرية الجزر المنعزلة يعني يمكن لعله عسى احنا شفنا دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واستحداث وحده خاصه لرياده الاعمال فده للتربيط للتشبيك بس م. انا النهارده هنا في حاجتين مثلا يعني في في, في رياده الاعمال او في الشركات الناشئه في مجتمع مدني فانا محتاج اشوف وزاره التضامن موجوده محتاج اشوف وزاره الشباب موجوده فهتلاقي الفرق ده الفرق اللي هتعمله الفتره الجايه استحداث الوحده دي هيعمل اللي حضرتك قلت عليه ربط المخرجات العلميه او البحث العلمي بالتطبيق على ارض الواقع مش هيتم الا اذا كان عندي جد كيبر حارس بوابه يبقى انا النهارده اعرف هنا انا هروح لمين يبقى انا النهارده هنا ما انشات الوحده دي وحده رياده الاعمال في مجلس الوزراء متهيئ لي هيبقى فيها شغل كبير جدا وهيبتدي يفكر الدولة المصرية بشكل غير تقليدي، م. احنا في فترة غير تقليدية، في فترة لم تمر على مصر التحديات اللي فيها دي، التحديات العالمية، التحديات الداخلية، فترة كبيرة جدا جدا، فبالتالي لازم حلولي تبقى غير تقليدية واستثنائية، فده يعني ما عنديش خليني إلاش. خليني اسأل حضرتك سؤال معلش أنا آسفة هل في فكره طرحت مثلا انه احنا اتكلمنا عن رجال الاعمال او الفرق بين رياده الاعمال ورجال الاعمال ان رجال الاعمال بيقوموا باداره اعمالهم بالطريقه التقليديه عمل السوق عكس رواد السوق. الاعمال رواد الاعمال بيبقى دايما عندهم افكار كريتيف او ابداعيه شويه هل في تنسيق ما بين رجال الاعمال الموجودين بالفعل اللي عندهم يمكن شركات او مشروعات ناجحه وموجوده على ارض الواقع ومع رواد الاعمال اللي عندهم يمكن يعني خليني اقول فلوس قليله عشان يدعموا افكارهم هل تم التنسيق ما بينهم او وضع افكار للتنسيق ما بين رجال الاعمال ورواد الاعمال عشان ينجحوا او يقوموا بصنع فكره معينه وتمويل من من رجال الاعمال فبالتالي توفير فرص عمل كتير في يا فند في تجارب حصلت بس مش بشكل مش بشكل مؤسسي م. يعني مش بشكل اتجاه قومي م. بشكل فردي آه الفتره الجايه اظن بعد استحداث الوحده دي لازم في الاخر خالص آه انا محتاج آه شكل تمويلي م. ففي الاخر خالص هو رجل اعمال في الاخر هو 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 رجل بيدور على وين وين او الربح المشترك م. فبالتالي ده اللي هيتم من خلال التنسيق ومن خلال التسهيلات اللي, هت اللي, اللي اعطتها الدوله المصريه. النهارده اما اجي مثلا الاقي تسهيلات في الضريبيه ان الدوله المصريه اطلقت خمس سنين اعفاء من الضرايب فدي هتبقى محفزات استثمار هتشجع اللي حضرتك بتقول عليه ما بعد ما كان الموضوع بشكل فردي رجل اعمال او حاجه بيعمل مثلا نتيجه المؤسسه بتاعته او في المجتمع لا هيبقى بشكل جمعي وهيبقى ممكن يبقى في بالميجا بروجكت كمان يعني بالمشروعات الكبرى فده هيتم من خلال الوحده نفسها. عظيم، ستة احنا عندنا تقريبا 12 مليون مصري في الخارج منهم 7 مليون شاب. بعض منهم عندهم تجارب مهمة جدا كرواد أعمال في الخارج، إزاي ممكن نستعين بيهم ونستعين بخبراتهم في شرح تجاربهم والاستفادة بها في الداخل؟ أنا محتاج هنا أعمل حاجة اسمها البيست براكتس أو المشاركة الحسنة لتبادل الخبرات ودي كانت بتتم مثلا عن طريق لو شفنا الدولة المصرية بتعملها مثلا في منتدى شباب العالم. بيتم الاستدعاء لكن النهارده هنا عندي المصريين بالخارج ابنائنا بالخارج سفراءنا بالخارج فبالتالي زي ما حضرتك تفضلت بيبقى عندهم خبرات وعندهم حاجات ممكن تكون مستحدثه شويه برضو انا محتاج ان عندي خبرات هنا برضو تتنقل بره في نفس الوقت كمان لازم يتم ربطهم من خلال ودي صراحه وزاره الدوله للهجره والمصريين بالخارج بتقوم بالعمل ده وبتتواصل مع الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث وبتبتدي لمد جسور التواصل ما بين الشباب المصري بالداخل والخارج ده بيتم ممكن من خلال لو احنا الوحده دي عملت مسابقه مثلا على للشباب المصري كله بالداخل او بالخارج النهارده انا قدرت اطعم الخبرات اللي جايه من بره المكتسبه من بره مثلا بالحماس والمان باور والديناميكيه اللي هنا والتسهيلات اللي مش هتلاقيها في اي دوله في العالم في الموضوع ده بالذات يعني التسهيلات الضريبيه في ظل في ظل يعني عارف يعني ايه دوله في عز الازمات دي كلها تطلع تسهيلات ومحفزات مصر بتمر يا جماعه ب ب ب ب بشكل تحديات لم يسبق من قبل ولكن الحمد لله ربنا سترها بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم القياده السياسيه الحكيمه الرشيده فبالتالي النهارده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل توامه ما بين المصريين بالخارج او الشباب المصري بالخارج والشباب المصري بالداخل من خلال وفي نفس الوقت من خلال تعظيم التعاون التكنولوجي يعني مش محتاج النهارده الانتقال بقى احنا زي النهارده لسه بنتكلم على موضوع لازم تفعيل التوجيه الرئاسي باستحداث آه الترخيص من خلال الشركات الافتراضيه دون التقيد بمقر الموضوع ده هيفرق كتير م. جدا جدا فبالتالي انا النهارده هاجي اخد اللي حضرتك طرحته وامد جسور التواصل هيبقى في عندي تسهيلات متهيألي مش هي هيخفف هي 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 الاعباء التأسيسية م. كمان للشركات جدا م. جدا وفي نفس الوقت مش محتاج انا انتقال الـ 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 الانتقال البشري م. مش محتاج انا خلاص العالم كله بقى قرية صغيرة فهستغل التكنولوجي ده ده كويس وفي نفس الوقت أنا شايف إن هم أفكارهم وهم المصريين بالخارج يعني أنا اتعاملت معاهم في ملفات كتيرة جدا يعني الشباب المصري في الخارج بجد شباب يفرح إحنا كل يوم عندنا نموذج من شاب مصري سافر برة عمل إنجاز كبير جدا هل وجود منصة لريادة الأعمال خليني أقول هتساعد في التوصيل وجهات النظر خليني أقول من شبابنا برة أو حتى شبابنا بالداخل عشان يوصلوا أفكارهم أيا كانت إيه دي من احد التوصيات برضه يا فندم اللي اتشرفت بيها ان انا النهارده لازم يبقى عندي منصه الكترونيه رقمنة الموضوع ده مم. بشكل او باخر يبقى الم فيه ما تبقاش زي ما حضرتك تفضلتي وقلت الشباب متداخلين في كل حاجه في الثقافه وفي الزراعه وفي 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 وفي, وفي الصناعه فبالتالي انا محتاج هنا حزمه من القرارات الغير تقليديه اقدر اطلع بيها منتجات غير تقليديه في فتره انا محتاجة المنصه لازم الرقمنه لازم عندي كان في وزاره الشباب مفروض عندي كان عندي أبليكيشن غير م. مستغل بالشكل الامثل فبالتالي كل الحاجات دي مع الوحده اللي استحدثت من رئاسه من مجلس رئاسه الوزراء متهيالي ممكن تعمل قيمه مضافه كبيره وهتعمل ان شاء الله قيمه مضافه كبيره جدا في المجال ده بالذات طيب ثقه الشباب اللي بيحضروا دلوقتي جلسات الحوار الوطني بص جلسات الحوار الوطني في ناس كثيره قوي ما كانتش يعني متخيله اللي هتوصل بالجديه دي م. يعني لا ده شكل او بقى او النهارده لما بتبتدي تقعد مع الناس تقولك طب الحوار الوطني طب ده شفت ده اتكلم ازاي شفت ده مش عارفه ايه بقى في تطلعات في ناس بت, بت عندها تطلع ان تفهم حب الموضوع وبقت بتثق فيه وده دور الدوله المصريه اللي بتقوم بيه ان انا مد جسور التواصل، الدوله المصريه تسعى للجميع. المشاركات اللي انا شفتها داخل الجلسات اللي انا شرفت بحضورها في مناقشات واطروحات سرية جدا جدا وفي اطروحات يعني طبيعي جدا اللي هي بتبقى بتعبر عن طب فين الحل؟ احنا انت ما تجيش تقول المشكله ما احنا عارفين المشكله عارفين المشاكل وعارفين التحديات والتحديات العالميه عامله ازاي ومؤثرة ايه الحلول انا عاوز حتى لو فكره صغيره وغير مكتمله ممكن تقولها واحنا هنبني عليها فانت تطلع برايي وانا اطلع برايي برأي في النهايه اديني كور اديني نواه لكن انت النهارده انا محتاج انا محتاج حلول جذريه وحلول استثنائيه وده كنت انا شهدته في حاجات كتيره جدا كان من ضمن الحاجات برضو اللي تقدمنا بيها موضوع كنت عملته في البرلمان في غرفه الشيوخ عندنا كان موضوع البنك الكوادر البشريه حم. انا محتاج اي مستثمر لما بيجي بيبقى عاوز فلوس بيروح فين بيروح المصارف البنك صحيح عاوز ارض او عاوز مبنى بيروح شركات الريل إستيت او شركات اللي لكن هذا البنك اللي فهمته حضرتك يكون قاعده بيانات للشباب المبدع والمتخصص في مجالات عديده طبعا بنعتذر لحضرتك لان لا. في معاد موجز لاهم الانباء م. نشكر النائب الدكتور محمد عمار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين شكرا جزيلا شكرا يا شكرا